الكوميونيتي لانجويج ليرنينغ ولا السي ال ال. السي ال ال هي واحد الميثود اللي طورها تشارلز كوران سنة 1955. تشارلز كوران كان متخصص في الكونسلين يعني الإرشاد، وكان أستاذ في علم النفس. المهم أن كوران حاول أنه يطبق تقنيات الإرشاد الكونسلين في التعليم، حيث أنه قام بالتعديل على دور المعلم والمتعلمين. بمعنى آخر أن دور الأستاذ غير اللي هو المرشد ولا الكونسلر، والمتعلم هو الكلاين. الفرضيات اللي جا بها كوران هي أول حاجة عندنا الروجيريان كونسلين ثيوري، وهي بالضبط فاش كيولي المعلم هو المرشد والتلميذ هو الزبون. ثانيا الهيومانيستيك تكنيك، وهي طريقة تعليم شاملة اللي من خلالها يتم النظر في العواطف ديال المتعلم والمعرفة اللغوية ديال هاد التلميذ، مثلا واش بيجينر انترميديات، والمهارات السلوكية ديالو يعني واش هاد المتعلم كيحشام ولا زعام اتسترا. لانجويج الترنيشن، بمعنى يتم تقديم الفكره ولا الدرس عبر اللغه الام في المره الاولى والمره الثانيه باللغه الاجنبيه. بالنسبه للابروتش ديال سال ال، سال ال draws on an alternative theory that considers language as a social process. بمعنى students and knower learn together. There are two types of interactions in CLL. Interaction الاولى يعني ان students teacher student student. Theory of learning. CLL is based on holistic view of learning. That is, students should be involved both cognitively and affectively. فاش كنقولو holistic يعني both process oriented and condition oriented. The psychological requirement for successful learning according to Quran is referred to as SARD. S-A-R-D. بالنسبة للS كتعني security. المعنى ديال السيكوريتي هنا يعني عملية التعلم خاص تكون في واحد البيئة آمنة وداعمة للمتعلمين باش يعبروا على راسهم دون الخوف من الانتقاد. الاي يعني ان attention and aggression، بمعنى ان الاستاذ خاصو يجذب الانتباه ديال المتعلمين بواحد طريقة غير عدائية لتحفيزهم على التعلم واثارة الاهتمام ديالهم حول واحد الموضوع مثلا ولا واحد الدرس. ار يعني retention and reflection، بمعنى مساعدة المتعلمين على التذكر واستيعاب المعرفة والمهارات اللغوية الجديدة من خلال بعض الاستراتيجيات بحال مثلا الريبيتيشن براكتيس والريينفورسمنت، يعني الريينفورسمنت كتعني المكافأة. دي كتعني الديسكريميناشن يعني تطوير قدرة المتعلمين على التمييز بين عناصر اللغة مثلا الصوت والكلمة، بحال مثلا المينيمال بلايرز ديزاين. بالنسبة للأوبجكتيفز ديال CLL هو داك الكوميونيكيتيف يوز اوف ذا تارجت لانجويج. بالنسبة للسيلابس يعني انه واحد البوست براير سيلابس نون لينير، بحكم انه عندنا الانتراكشن في القسم، الاستاذ كيكون هو الكونسلر، التلاميذ كيتشاوروا معاه وكيحاولوا انهم يتعاونوا بيناتهم يعني از ا كوميونيتي باش انهم يحلوا واحد المشكل ولا انهم يتعلموا. داكشي علاش قلنا اتس ا نون لينير سيلابس. رول اوف ذا تيتشر، تيتشر كما قلنا كونسلر has superior knowledge in class بحكم ان التلاميذ غيتشاوروا معه. learners role become member of community، يكون بحال في واحد المجتمع لواحد الكوميونيتي صغيره. listen attentively to knower، النور هنا هو الاستاذ. report about their feelings of joy and frustration، يعني فاش كتحل واحد المساله مثلا تعبر على داك الفرح ديالك، ولا ما قدرتش كتحاول انك تعبر على داك الفرستريشن ديالك، وكتعاود تخدم مع هذوك التلاميذ as a community to solve داك البروبليم. learning activities عندنا group work بحكم انهم communities. translation transcription and analysis.